العناية بالوجه والبشرة تعد أمرا أنوثيا، لكن بعض الأثرياء في باكستان يزورون صالونات التجميل لهذه الغاية. في الغرب تطلق على هؤلاء الرجال تسمية متروسكشوال، أي الرجال الذين يتبنون مقاربة نسائية للموضة والجمال. ما يحدث الآن هو أنه حتى الكبار بدأوا يرغبون بمعالجة بشرتهم وأظافرهم، وهم يصبحون متروسكشوال. هذا ليس ما نتوقعه في بلد إسلامي، وتخيلوا أن هذا الرجل سياسي يعمل في المناطق القبلية. تقليديا هذه ليست مشكلة في المجتمع هنا، وإن قلت أنك ذهبت إلى أحد الصالونات وقاموا بتدليك وجهك والاعتناء بأظافرك فلا أحد سيهزأ بك. في مدينة لاهور نرى مشهدا يتكرر دائما، رجال بلحى طويلة يرتدون ثيابا طويلة هي عبارة عن قميص قطني أو قميص سلوار. أما في أسبوع الموضة في إسلام أباد فرجال يميلون للتجديد وكسر الصورة التقليدية المحافظة، والمسؤولون في قطاع الإعلانات يقولون أن هناك دفقا من الحملات الإعلانية حول موضة الأزياء ستبث عبر محطات تلفزيونية وإذاعية افتتحت مؤخرا. أما زرع الشعر فهو مثال آخر على الاتجاه الذي تسلكه العادات هنا، فهذه المهنة ازدادت بمعدل الثلث خلال العام الماضي. لأن الشخص الذي يكون أصلعا يبدو وكأنه يفتقر لشيء ما، وبعد عملية الزرع أشعر بثقة أكبر ولا أحد يسألني لما أنت أصلع. لكن هذا الهاجس الجديد بالمظهر الخارجي له حدود، فعلى الأرجح لن نرى رجالا يضعون حليا أو وشما على أجسادهم يسيرون هنا.